صحة على كل مشاهدين قناة صدى البلد، وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت. هنتكلم النهاردة على الهواء مباشرة لمدة ساعة كاملة، ازاي شكلنا يبقى احلى، ازاي نتخلص تماما من الوزن الزايد، سواء كان رجالة ستات اطفال او كبار السن. النهاردة موضوع حلقتي، عشان جالي اسئلة كتيرة قوي على السمنة الموضعية. يعني ايه سمنة موضعية؟ انا عندي سمنة موضعية يا دكتورة حنان، ومشكلتي انه انا المشكلة اللي ما بتخلينيش انام طول الليل انه انا مش زايدة على الميزان، ولكن شكل جسمي مش حلو. هي دي يا جماعة السمنة الموضعية. السمنة الموضعية ان عندي دهون متراكمة في مكان معين في جسمي ومش موجودة في بقية الجسم. يعني عندي بالبلدي بتاعنا كده المشكلة الازلية اللي موجودة عندنا كلنا، وهي مشكلة البطن. انا عندي كرش، بحاول ان انا اقلل اكل، مفيش فايدة، على طول الكرش ده ما بينزلش، بخس كل جسمي وبطني بتفضل زي ما هي ومش بعرف انزل في الوزن. طيب بصوا بقى يا جماعة، ألف به كده، خلينا متفقين على معلومة مهمة قوي. مشكلة البطن عند الرجالة أو الستات أو حتى الأطفال جاية من إيه؟ من السكريات والمشروبات الغازية. أنا بشرب مشروبات غازية كتيرة جدا، هي اللي مسببة لي البطن. جربوا لمدة أسبوع بس توقفوا المشروبات الغازية دي، وهتشوفوا ان بطنكم بتنزل والكرش ده هيختفي حبة حبة. رقم اتنين، ان السكريات، انا باكل سكر ابيض كتير قوي، عشان كده بقول لكم دايما السكر الابيض بدلوه بالسكر الدايت، هيفرق جدا معاكم وهتنزلوا في الوزن. طيب ازاي كمان نقدر ننزل في الوزن ونتخلص من الكرش؟ عن طريق طبعا متابعة الفريق الطبي معاكم، الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة هيدوكوا الكورسات المناسبة اللي هتقدروا ان انتوا تتخلصوا تماما من السمنة الموضعية، وكمان السمنة الكلية اللي في الجسم كله. في الفقرة الأولى هنعمل زي ما عودناكم وصفة هايلة، وصفة بتبقى بسيطة كل الناس تقدر تعرف تعملها، ما بتبقاش مكلفة، كل مكوناتها موجودة عندنا في البيت. هيعملها لنا النهاردة الشيف اللي منورنا الجامد جدا، الشيف عمر خالد. ازيك يا عمر؟ منورنا يا عمر، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله طبعا، منورنا ومبسوطين جدا بوجودك معانا. انا اكتر. قول لنا بقى هتعمل لنا ايه النهارده؟ احنا هنعمل وصفه سهله وهايله زي ما بنقول. ايوه. هنعمل سمك فيليه. ايوه. بصوص الشبت. ايوه. تمام. وحاجه بسيطه ومش هتاخد معانا وقت. يلا كل ده هيتعمل مع بعض على الطاسه كده، هنبدا بس نقول مقاديره. يلا نبدا مع بعض، قول لنا المقادير بقى، عشان ايه احنا دايما بنقول وصفه هايله ووصفه سهله. أيوة. عشان مقاديرها موجوده في البيت. صح. قول لنا بقى. فاول حاجه هيبقى معايا السمك الفيليه ده اللي انا جايبه ده، بيبقى عباره عن قشر بياض، سمك فيليه قشر بياض. أيوة. تمام. بيتعمل له تتبيله سريعه جدا، عباره عن مستارده. ايوه. ومعايا كمان ملح وكمون، حاجه بسيطه جدا ممكن استبدلها ببهارات سمك اللي هي الجاهزه. تمام. ومعايا التوم المفروم، ومعايا الشبت وعصير ليمون، والمستردة بتبقى هايله جدا في التتبيله بتاعه السمك. حلو قوي. ببدا بعد كده عندي بقى الجزء الثاني، عباره عن صوص هنعمله مع بعض. حلو. تمام. يلا نبدا مع بعض بقى يا شيف عمر كده، وتقول لنا هتبدا ازاي وهنعمل ايه. انا بس اول حاجه خالص هبدا ان انا اتبل السمك. عندي الجريل يكون محطوط على النار. احنا دلوقتي بنعمل سمك بيكون مختلف شويه عن السمك الفيليه المقلي اللي احنا متعودين عليه. احنا عايزين نغير. عايزين نعمل حاجه مش معتادين عليها عشان ما نزهقش. حلو. تمام. تمام. فببدا اجيب السمك الفيليه بالشكل ده. اوكي. وهبدا ان انا اتبله. هعمله بس التتبيله لوحده على جنب. يلا. التتبيله بقى عباره عن ايه؟ معايا شويه من المستارده. تمام. مهم قوي يا جماعه تبقوا عارفين انه السمك بيبقى غني جدا جدا يا جماعه بالاوميجا 3، غني بالاحماض الدهنيه الصحيه، فده بيفرق معايا جدا حتى لو انا عايزه اخس او عايزه احافظ على صحتي. لا يعني السمك رائع الحقيقه. قولي كده حطيت ايه بقى؟ ببدا انزل اول حاجه بالمستردة. مستردة. وبعد معايا توم مفروم. توم. وشويه من عصير الليمون، وما كترش منه لان انا لسه هعمل صوص فيه ليمون. عشان المزازه بتاعتها ما تبقاش قويه. تمام. تمام. ومش هحط الشبت دلوقتي او ما احطش بقدونس، لو حابب استخدم بقدونس عشان ما يتحرقش مننا على النار. اوكي. تمام. طب قد ايه الليمون مثلا؟ ليمونه مثلا ولا ليمونتين؟ لا ليمونه واحده، وعلى حسب الكميه اللي انا جايبها. انا بحط هنا شويه من الكمون. اوكي. تمام. وشويه من الملح. ايوه. وشويه من الفلفل الاسود، وما كترش عشان ما يغمقش معايا السمك. اوكي. تتبيله بسيطه جدا، ببدا ان انا اقلبهم كده مع بعض.
او ممكن لو حابب ان انا اضربهم في الكبه بفصوص الثوم صحيحه زي ما هي، ممكن احط لهم معلقه زيت كمان. اوكي تمام. طب بالنسبه للفلفل الاسود ممكن نبدله بفلفل ابيض يا شيف عمر بالزبط. عشان ما ي... بالظبط الله ينور عليك. بالظبط كده. انا لا انا استاذه كبيره، انت فاكر ايه؟ انا شيف من زمان. ودلوقتي انا هستخدم هنا واحط معلقه زبده. سيب دي بس تسخن لوحدها. اجيب عندي الفرشه وببدا ان انا اتبل السمك بتاعنا. التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض اهي. تمام. وببدا اتبل السمك بالشكل ده. حابب ادي تعفير الدقيق ماشي مفيش مشكله علشان ما يلزقش مني وعلشان يدي لون برده كويس. طب انا عايز اسالك سؤال، خلاص. ليه ما فضلي. بحطش صدور السمك اللي هو السمك الفيليه على طول في التتبيله؟ ليه بتعملها بالفرشه؟ ده عادي وده عادي. عادي. ممكن. بس بالنسبه لتتبيل السمك هنا بيختلف عن تتبيل اللحمه وعن الفراخ. الفراخ واللحمه كل ما يقعد في التتبيله كل ما بيبقى افضل، بيدي طعم احسن، بيسرع التسويه والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. تمام. تمام. وبالاخص اللي حضرتك عارفاه عشان حضرتك ما شاء الله عليك. وممكن كمان ان انا ما اسيبش السمك. هو ضروري ان انا ما اسيبش السمك في التتبيله اكتر من نص ساعه. علشان ما يمررش مننا. ده بيدي مراره في الاخر. تمام. هي السمكيه بتتبل بالشكل ده كده. حلو. تمام. وببدا عندي هنا الجريل لازم تسخن شويه. تمام. انا برضو عايزه اقول للساده المشاهدين يا جماعه انه فوائد الثوم اللي انت حاطه في التتبيله يا شيف عمر. تمام. احنا عندنا الثوم يا عمر بيبقى غني جدا بماده اسمها البوليفينولز. البوليفينولز دي بتبقى مضاده للالتهابات، بترفع جدا من مناعه الجسم يا جماعه، ومكافحه لانواع معينه من السرطان. فعشان كده حتى الثوم بيتعمل في كبسولات موجوده في الماركت يعني او في السوق، لانه فعلا غني بالبوليفينولز، بتزود جدا مناعه الجسم وكمان تعالج الالتهابات. مفيش اكله ما بنستخدمش فيها توم. بالظبط. لا في ناس بتاكله كده كمان. أيوة. الصبح. الصبح صحيح. صح كده؟ انا على قدي برضه بقول معلومات على قد. لا برافو عليك. لا لا ده انت شاطر فعلا، بياخدوه على الريق بس بيبقى طعمه صعب شويه، فعشان كده لما ندخله في الاكلات بيبقى احسن كتير. وبالنسبه للسمك الفيليه معروف ان البروتين بتاعه بيبقى عالي شويه. صح. ونسبه الدهون فيه قليله. صح كده. انا مذاكر كويس. صح. انت مذاكر هايل. ده انت هايل يا شيخ. ربنا يخليك. وعايزه اقول لكم برده يا جماعه بالنسبه للثوم برده فيه ميزه حلوه قوي، انه بيقلل الكوليسترول وبيقلل الدهون الثلاثيه، فحلوه قوي للناس اللي عندها كوليسترول عالي. والشبت بقى رائع في الامساك. انت لسه هتعمل الصوص بتاعه. مفيش مشكله لو استخدمنا زبده. صح كده. طبعا زبده مفيش مشكله. او ممكن شويه زيت، ممكن نبدل الزبده بزيت حبه صغيرين. صح ممكن. ممكن استخدم زيت زيتون كمان. قولي كده. احنا حطينا بقى السمك الفيليه على الزبده والزيت يا شيف عمر. صح صح كده. انا ببدا بس اديها الصدمه بتاعتها لحد ما السمك بس ياخد معايا لون. ايوه. ومش هنزله تاني في الصوص ان هو يكمل تسويه، لان ده مش فراخ ومش لحمه. ممكن يتري مني على طول. انا يعني يا دوب بس بديها الصدمه بتاعتها وبديها لون. السمك الفيليه ما بيتحملش معايا الحراره. تمام. يعني احنا بس تبلناه يا دوب في الاول، وبعدين ننزل عليه بالزبده والزيت ونسيبه، مش هنحط بقى تاني تتبيله. بالظبط. وببدا اقلبه طبعا باي تونجا او اي ماسك، ببدا ان انا امسك السمك واقلبه على الجنب التاني، يا دوب ياخد معايا بس اللون بتاعه. انا حطيت زبده ومعاها سنه زيت، ما كترش عشان الزبده بس ما تتحرقش مني. تمام. تمام. حلو قوي. هي هتبدا تاخد معايا لون واشيله. تاخد وقت قد ايه بقى؟ 3 دقايق بالظبط. تمام. واول ما هطلع ده كده على طبق التقديم على طول. أيوة. زي ما اتفقنا مش هخليه في الصوص، فهبدا ان انا اشيل ده على جنب مجرد ما ياخد معايا لون ويبدا يستوي، وهبدا في نفس ناتج التسويه هعمل الصوص على طول. كريمه تنزل، هقول البديل بتاع الكريمه اللي هو الكوبايه لبن ومعلقه دقيق ومعلقه قشطه. حلو. يدي معايا بديل الكريمه اللباني على طول. تمام. انا عايزه اقول لكم يا جماعه الريحه هنا قلب الاستوديو بجد. الريحة تحفة. التوم مع الزبدة مع السمك مع التوابل بتاعته خطيرة خطيرة يا شيف عمر. تسلم ايدك. تسلمي يا دكتور. ببدأ بس مجرد ما هي تبدأ تتشمى معايا وتاخد لون، زي ما اتفقنا ممكن اسيبها في التتبيله بتاعتها نص ساعه بس علشان تطعم وتدي معايا طعم كويس في الاخر وتستوي معايا على طول. حلو قوي. تمام. تمام. ابدا اجيب بس طبق التقديم هنا. يلا بينا. عايزه برضو يا جماعه اقول لكم، اي حد عايز يخس بشكل صحي، اي حد عايز يحافظ على رشاقته، يعالج التجاعيد اللي في الوش، يعالج غمقان الوش، اي حد عايز يزيد في الوزن كمان، تقدروا تتصلوا دلوقتي بارقام الفريق الطبي اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. هتوفروا فلوس الدكتور، هتوفروا مشوار ان انتوا تروحوا للدكتور عشان تستشيروه في اي حاجه. الفريق الطبي هو كامل متكامل، تقدروا دلوقتي تطلبوا من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، وهيديكوا الحلول المثالية لأي مشكلة عندكم.
انت كده بتحاول بقى تقلب السمك على الوش عشان يبدا بس ان هو يستوي وياخد معايا اللون بتاعه. ايوه طب عايز اسالك سؤال بقى فني جدا يا شيف عمر. ربنا يستر. السمك ايوه ربنا يستر. لا انت شاطر ما شاء الله. سميلة. انت شيف ربنا خليك. الجامد بتاعنا يا شيف ربنا عمر. قول لنا بقى لما اجي اسوي السمك بسويه على نار هاديه ولا نار متوسطه ولا نار عاليه؟ عشان ده سؤال بالنسبه للصنف ده ولا عموما؟ يعني السمك المشوي مثلا بيدخل على الفرن على درجه حراره تبقى 200، درجه حراره تبقى عاليه. اوكي. تمام يبدا ياخد الصدمه بتاعته، لو دخل على درجه حراره بارده هيبدا ينزل السوائل بتاعته ويفك ما يبقاش ما يديش طعم كويس في الاخر. يبقى تمام؟ السمك المشوي يا جماعه فرن على درجه حراره 200. طب بالنسبه للسمك الفيليه؟ بالنسبه للسمك الفيليه لو هعمله كده في الجريل او في اي طاسه هستخدمها. ايوه. ببدا ان انا اديها حراره بس ما تبقاش عاليه علشان ما تفكش مننا ما يدوبش ما يتهريش. يعني على لازم نار متوسطة لازم ممكن احط زي ما اتفقنا احنا ممكن نحط زيت زيتون. ايوه. فزيت الزيتون ما بياخدش وقت على النار ما بسيبوش يسخن معايا على النار. ممكن احط السمكيه فيه وتسخن بقى مع نفسها مش هيجرى لها حاجه. اوكي. لان ده السمك فيليه زي ما اتفقنا ما يعني ما يتأثرش. ما ياخدش وقت خالص. هو حلو يا جماعه أنا لان بس كده زي ما انتم شايفين ده ما خدش وقت خالص مننا يا شيف عمر. هو بس الحراره اللي كانت هاديه شويه. فهو عموما بياخد 3 دقايق بس على النار. حلو قوي. انا يا دوب هبدا دلوقتي اطلعه على طبق التقديم بعد ما خد معايا اللون ده. يلا بينا. اساعدك طيب؟ تسلمي لي شكرا. يا جماعه ريحه الطبق تحفه يا شيف عمر جوعتنا. انا مش عايز اتكلم على اكلي. انا مش عايز اتكلم على اكلي. مش عايزه اتكلم على اكل كتير. ايوه عشان يقولوا بس متواضع. لا والله حلوه قوي والوصفه سهله وجميله. تسلمي وتسلم ايديك. وفي نفس الوقت نعمل بقى التسويه ده على طول كده. الصوص والنبي بسرعه يا شيف عمر لان خلاص فقرتنا فاضل لها دقيقه واحده. اقل من دقيقه. اقل من دقيقه. يلا بينا. هنزل هنا على نفس يا جماعه الجريل اللي فيه السمك. بالظبط على نفس ناتج التسويه اللي طالع ده اللي هيطعم معايا الصوص كويس جدا. ايوه. هديها بس شويه من الكريمه هتبدا تتقل معايا ومش محتاج لا دقيق ولا اي حاجه. حلو. علشان ما يغيرش معايا طعم السمك. تمام. تمام اوكي وهبدا دلوقتي ادي لها بس مكعب زبده صغير قوي ماشي على الكريمه مكعب زبده عشان ما تتحرقش مني أوكي. وانزل بشويه من عصير الليمون حلوه انا ممكن اساعدك في التقليب كده اوكي يعني حاول نسيح كده الزبده مع الكريمه ومع عصير الليمون ده الصوص. أيوة. بقى صح ده الصوص بتاعها بيبدا يغلي معايا بس مجرد ما يغلي معايا غلوتين هبدا ان انا اقدمه هنزل بالشبت زي ما اتفقنا في الاخر علشان ما تتحرقش مننا جميل يا جماعه بس الشبت تحفه يا جماعه مليان مضادات اكسده يا عمر وكمان مليان معادن خطير للناس اللي عندها نقص حديد الشبت الناس اللي عايزه عندها مشاكل في الجهاز الهضمي زي ما قلنا عندها امساك عندها مشاكل في جدار المعده تقدروا الشبت ده بيعالج كل المشاكل ومدي لون حلو جدا اللي هو اللون المخضر شويه بالظبط هبدا بعد كده بقى بعد ما يتقل معايا ويغلي معايا غلوتين هبدا ان انا اقدمه دلوقتي حلو قوي قوي خلاص كده تمام زي الفل سهله وبسيطه سهله جدا وانت بقى بتحط لنا الصوص على السمك للاسف وقت فقرتنا خلصت كان نفسي طبعا يا شيف عمر ان هي اتشرفت بحضرتك وبالفقره جدا وان شاء الله باذن الله انت معانا في حلقات جايه تعمل لنا وصفات اكتر واكتر يا شيف عمر باذن الله رب العالمين وتسلم ايدك على الطبق الجميل ده تسلميني ربنا يخليك وبشكرك شكرا شكرا لحضرتك جدا دكتور شكرا تعالوا بقى نطلع فاصل سريع جدا جدا ونرجع لكم بعد الفاصل ونكمل كلامنا ازاي يكون شكلنا احلى ازاي كمان تكون صحتنا احلى في الفقرات اللي جايه تابعونا زي ما قلت لكم في الانترو في المقدمه ان احنا معانا النهارده مفاجاه زي ما قلت لكم كمان احنا هنا في البرنامج احنا بنغير حياه الاشخاص للاحسن ازاي يكون شكلي احلى ازاي اخس ازاي كمان صحتي تتحسن للاحسن ازاي اقدر ان انا انجح اكتر واكتر في حياتي بشكلي كويس بصحتي المثاليه كل ده هنقدر ان احنا نحققه معايا المفاجاه اللي قلت لكم عليها في الفقره الاولى ان احنا معانا النهارده صفا
القفص الضيق خست معانا مع كورس الاناسيليم، هتقول لنا بقى خست قد ايه؟ بس تعالوا نرحب بيها. ازيك يا صفا؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ ايه الجمال ده، منورانا والله. ميرسي يا دكتور. يعني بصي انت طبعا مجيتك عندنا عايزه اقول لك فرحتنا كلنا. ميرسي. وهتفرح كمان الناس الحلوه اللي بتتفرج علينا، لانه كله دلوقتي يا صفا عايز ان هو يوصل للوزن المثالي، وعايزين يشوفوا حالات حقيقيه فعلا خست على كورس الاناسيليم ويتاكدوا من ده بنفسهم. فاحنا الاول بقى عايزين تقولي لنا انت نزلتي قد ايه في وقت قد ايه مع كورس الاناسيليم في البدايه كده. انا في البدايه اول ما اتوزنت كنت حوالي 103. ايوه. وزني بقى لي مثلا سنتين ثابته على الوزن ده، اخدت عليك كتير جدا. انا حد كسول، لا بيحب يمشي ولا بيحب يعمل رياضه، او بمعنى اصح ما عنديش وقت ان انا اعمل ده. أيوة. بحكم شغلي بديت اخدت الخطوه ان انا عايزه اخس. بصراحه شفت كتير قوي اعلانات عن المنتجات بتاعتكم، ولكن كنت بصراحه خايفه اخد الخطوه، لاني جربت ادويه كتير جدا جدا من كذا سنه. أيوة. وما جابتش معايا نتيجه خالص. صحاب ليا شجعوني قالوا لي لا الدنيا لطيفه وجربي وبتاع، وفعلا من 103 في خلال شهر و10 ايام وصلت لحد 85. ما شاء الله. عايزه اقول لك انا بشتغل في مجال التجميل. أي. كل الكلاينت اللي بيشوفوني من اول اسبوع حقيقي بدات وشي ينزل. عندي صور طبعا قبل وبعد. ايوه هتنزل مش دلوقتي. مش عارفه يعني، بس بصراحه انا قلقانه قوي لاني الفرق كبير. انا نفسي مش مصدقه النتيجه من كتر ما انا اخذت يعني ادويه كتيره قوي، وما كانش فيه صورك منوره هي صفا. يعني بصي انت في الحالتين قمر، ربنا لازم نعترف بكده. لا 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 بس بقى عندي ثقه في نفسي اكتر من الاول بكتير بصراحه. وبعدين ما شاء الله يا صفا، انتوا يا جماعه متخيلين صفا كانت 103 كيلو حقيقي. في خلال شهر و10 ايام بقت 85. يعني ولسه مكمله. يعني نزلنا يا صفا 18 كيلو. 18 كيلو يا جماعه في شهر و10 ايام، تحفه. وعايزه اقول لك من غير رياضه انا ما بتحركش برضو. ما شاء الله. بس بنزل طبعا كل يوم عشان شغلي وكده، لكن انا كنت حد بياكل حلويات كتيره قوي 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 بقى. ايوه. دلوقتي ما بقاش عندي شراهه الاكل اصلا. يعني الدواء ساعدني في ايه بقى، ان انا يعني بقيت اخد الكورس بعد كده ما بحسش ان انا جعانه، لكن طول الوقت بشرب ميه، ودي حاجه بسطاني قوي لان انا كنت حد ما بيشربش ميه خالص. أيوة. خالص في يومي. صح. دلوقتي ممكن اخلص 3 ازايز 4 ازايز لتر كبار. أيوة. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو ان انا يعني بعد ما اخذت الكورس بالتبادل طبعا اللي هو اخذت القهوه الخضراء والاناسيليوم. أيوة. من اول اسبوع بدات احس ان انا المعده عندي بدات تصغر. تصغر. بدل ما كنت باكل مثلا طبق رز كبير، لا بقيت باخد معلقتين وشكرا وتبقي شبعانه. ما بقيتش قادره. يعني وما بقيتش بقى ايه الموضوع ان انا ابقى مقبله على الاكل او ان انا حاسه بشراهه الاكل، ما بقاش موجود. ايوه. لكن ده بقى السر كمان يا صفا، انه فعلا كورس الاناسيليم يا جماعه زي ما بقول لكم في كل حلقه انه بديل العمليات الجراحيه حقيقي. بديل تكميم المعده. وهاخد من كلامك يا صفا ان انت بتقولي انا حاسه ان انا معدتي صغرت، فده اللي بيحققه فعلا يا جماعه كبسوله الاناسيليم وكبسوله الجرين كافي مع الفينل، انه بيصغر حجم المعده، هو فعلا بديل العمليات الجراحيه. فانا بس عايزه اسالك سؤال بقى مهم قوي يا صفا. اتفضلي يا دكتور. امتى اخذتي القرار انه انا لازم اخس؟ يعني خلاص بقى انا لحد كده وكفايه، انا لازم اخس. بصي يا دكتور، انا من فتره رحت للدكتور، عرفت ان انا مريضه ضغط. تمام. يعني انا سني صغير. ربنا يخليكي. انا سني صغير مش كبيره، فاللي هو يعني 38 سنه وعندي ضغط، اللي هو ازاي لا انا لازم اعمل ستوب. بلس ان انا ما كنتش بقدر اتحرك زي ما انا دلوقتي. ما كنتش بروح الشغل كسلانه، حاسه ان انا تقيله، ما عنديش ثقه في نفسي، مش عارفه البس اللي انا عايزاه، مش عارفه اتحرك زي ما انا عايزه، مش من الناس اللي بتتنطط، يعني عندي بيبي مش قادره تجري وراها، عارفه الاحساس ده. ايوه طبعا. احساس محبط جدا ومش حلو خالص. فقلت لحد امتى هفضل كده؟ لا طبعا لازم اغير الحياه دي. فابتديت بقى اخدت الخطوه الحمد لله، وقررت ان لا لازم اغير من حياتي واغير من شكل جسمي والبس اللي انا عايزاه ويبقى عندي ثقه في نفسي اكتر. وفعلا ده اتحقق مع المجموعه اللي اخدتها بجد، لاني بقيت حابه نفسي، بقيت احب شكلي. وفعلا انا كنت ظالمه نفسي قوي في وزن مش بتاعي وحته مش بتاعتي خالص. ايوه. يعني انا شايفه ان لا انا يا جماعه بجد ابتدوا انتوا ما تستنوش، لاني بجد يعني التجربه تستاهل، او الاحساس اللي بعد التجربه حلو قوي.
يعني ان انت حاسه ان حياتك اتغيرت للاحسن، بقيتي بتعرفي تتحركي اكتر جداً. بقيتي غير كده بقى ثقه في نفسك، تلبسي اللي انت عايزاه، بقيتيش تعملي حساب لا بطني بلس. ان انا كنت بسمع كلمه بقى انت حامل طول ما انا ماشيه، كل اللي يشوفني ايه ده هو انت حامل، ايه ده طب اقعدي انت بحكم شغلي بقى انا واقفه، طب يا حبيبتي اقعدي عشان انت بطنك يا حرام انت هتولدي امتى، اللي هو انا مش يا جماعة حامل على فكره انا مش حامل بس فعلا منظر بطني كان بجد لا انا واحده حامل يعني بس ما شاء الله انا شايفه تغيير وشايفه خساسان لا ولسه بقى يا دكتور لما اخلص الكورس خالص بقى تشوفي نتيجه بقى. لا بصراحه انت محققه انجاز الحمد يا جماعه لله. صفا معانا زي ما انتم شايفين الصور نزلت مع كورس الاناسيليوم 18 كيلو في شهر و10 ايام. شايفين الصوره ازاي كانت قبل، كان عندها سمنه كليه، كان في سمنه في الارداف في البطن طبعا زي ما انت بتقولي يا صفا، برده في الدرعات، فما شاء الله انت فعلا اتغيرتي يعني نقول 180 درجه، زدتي حلاوه، كنتي حلوه وزدتي حلاوه مع كورس الاناسيليوم. نزلت معانا يا جماعه صفا 18 كيلو في شهر و10 ايام. بس عايز اسالك بقى سؤال مهم قوي يا صفا علشان كل الناس الحلوه اللي بتتفرج علينا، هل كان في متابعه مع الدكاتره يا صفا؟ طبعا الفريق الطبي كانوا دايما بيتابعوني كل اسبوع حتى لو انا ما اتصلتش كنت بتابع مع دكتور ندى. ايوه بصراحه فريق طبي ممتاز جدا، متابعين معايا على طول الحاله. عشان كمان الضغط كمان بيقعدوا يسالوني طب قستي الضغط، طب ايه الدنيا، حاسه بهبوط كذا. لا ما شاء الله عليهم بجد ناس لذيذه جدا، الاهتمام عندهم حلو قوي قوي قوي، ما قصروش معايا بصراحه في اي حاجه، احب اشكرهم عن طريق حضرتك. الدنيا كانت لطيفه وانا مبسوطه قوي بالتجربه. برضو اكيد بنشكر دكتوره ندى وبنشكر يا جماعه كل الفريق الطبي، الدكاتره حبايبنا اللي بيتابعوا خطوه بخطوه. اي حد هياخد كورس الاناسيليوم دلوقتي يا جماعه من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، مش بس هتاخدوه بالخصم، لا كمان هيبقى فيه متابعه مجانيه مره كل اسبوع مع اي حد هياخد الكورس. طب عايز اسالك بقى يا صفا على حاجه مهمه قوي، في ناس تقول لك طب انا هنزل زي صفا 18 كيلو 15 كيلو، هل هيبقى في مضاعفات؟ احكي لنا انت بقى في اي مضاعفات حصلت مع نزولك في الوزن؟ نهائيا. انا قبل كده لما كنت باخد انواع ادويه تانية كان اكتر حاجه بتضايقني كنت بحس بهبوط، كنت عصبيه جدا جدا، تنشن يعني، حتى اولادي يقعدوا يقولوا لي لا بطلي الدواء ده انت خلاص انت مش طايقه لنا كلمه انت في ايه؟ لا الحمد لله رغم ان انا مريضه الضغط ما فيش عندي الكلام ده خالص. في نوع كنت جبته من حوالي 3 سنين كده، اول ما باخده يا دكتور بحس ان انا روحي بتتسحبني، حاسه ان انا هيغمى عليا فعلا. لما كلمت الدكتور وتواصلت معاه قال لي لا ده لازم توقفيه فورا، ده مش ملائم معاكي، ممكن يعمل لك هبوط في الدوره الدمويه. الحلو بقى في الحاجات دي بتبقى فيها ماده يا صفا اسمها السيبوترامين. السيبوترامين بتسبب يا جماعه ارتفاع ضربات القلب، حاجه اسمها تاكي كارديا، والهبوط وارتفاع للضغط، هي بتخسس ولكن بيبقى ليها مضاعفات فظيعه يا جماعه، مضاعفات فعلا زي ما الدكتور قال لك توقفي الدواء فورا اللي فيه ماده السيبوترامين لانه اتمنع من منظمه الدواء والغذاء العالميه الاف دي اي. كورسنا كورس الاناسيليوم يا جماعه ما فيهوش ماده السيبوترامين، كله مواد طبيعيه 100% امن تماما واي حد يقدر يستخدمه. وبيدي باور بقى يعني اللي عاجبني فيه ان انا حاسه ان انا نشيطه، يعني انا باخد التابلت الصبح وببتدي عادي بعد نص ساعه ابتدي اخد فطاري العادي جدا. عايزه اقول لك ان انا والله مش بعمل دايت ولا حاجه، الفطار العادي بتاعي، ولكن الحلو اللي عاجبني في الموضوع ان الكميات هي اللي قلت، كميات قلت يعني انا باكل اللي انا نفسي فيه بالظبط. ما بقيتيش عندك الشراهه بتاعت الاكل الفظيعه اللي كانت زمان. باكل مش هقول لك منعت بس الكميات قليله، كميات من اقل حاجه بتشبعي. وده اللي عاجبني بقى في الموضوع ان انا مش هيجي عليا فتره هيبقى وحشني الاكل فهقعد اكل فتخن تاني ازيد. لا انا بعمل كل اللي انا عايزاه، باخد الاكل اللي انا حباه بكميات قليله وفي نفس الوقت الجسم بينزل. وزائد ده كمان انا مش حاسه بهبوط، مش حاسه ان انا مصدعه، مش حاسه ان انا مثلا تعبانه او ان انا جسمي ناقص حاجه. بالعكس نشاطي بقى زاد قوي، يعني كنت مثلا يعني بقيت بقى اصحى بدري، اخد فطاري بدري، النوم برضو بقى عندي يعني زي انت عارفه لما بتبتدي تنظمي بقى اكلك بتحسي ان انت حياتك بتتغير تماما. صح ما بيبقاش فيه الهرجله بتاعت زمان، هو نام بقى متاخر
فعلا الجسم بيبتدي يظبط في حاجات كتيره قوي. عشان كده بقول لك هي تجربه حلوه لاني ظبطت لي حاجات كتيره قوي في يومي. أيوة. الاول ما كنتش بهتم بالحاجات دي، او بمعنى اصح ماشيه كده وخلاص. لو اصحى وقت ما اصحى، انا متاخر اكل وادخل انام، لو ما فيش تقفي بقى قدام المرايه دلوقتي ايه ده، لا وانا يعني ايه اللي انا عملته في نفسي ده، ازاي كنت سايبه نفسي زمان كده؟ ايوه انا ليه كنت ماشيه كده من غير ما انا عايزه اقول لك ان الكلمه دي يا صفا كل الناس بتقولها لي، انا ازاي كنت سايبه نفسي الفتره حقيقي. اللي فاتت دي كلها من غير ما استخدم كورس الانسيليا مؤخر. بالظبط. احنا برضو سهل ومش متعب، هي تابلت هتاخديها كل يوم الصبح. ايوه وشكرا. صحيح. وبقيت يومك بتعيشيه عادي جدا، لا بتحسي بهبوط لا بتحسي مثلا، بالعكس الواحد بقى نشيط جدا، كل اللي حواليا حاسين ان انا اختلفت حياتي تماما ما شاء الله. يعني والله 180 درجه، ولادي مبسوطين جدا، جوزي أيوة. مبسوط جدا، كل يشوفني يقول لي لا بجد قمر كملي. ايوه حلو قوي، هو انت قمر بالحقيقه في كل الحالات. مرسي. والله يا صفا، وحابه بس افكر اي حد بيتفرج علينا دلوقتي تقدروا تخسوا زي صفا خست معانا 18 كيلو بفضل كورس الانسيليا وكمان متابعه الفريق الطبي، تقدروا ان انتوا يوصل لكم كورس الانسيليا وبالخصم كمان من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. هيرد عليكم الدكاتره بتوعنا يا جماعه، هم خريجي طب وصيدله واخدين كورسات ودبلومات في مجال التغذيه العلاجيه، فهتطلبوا منهم الكورس هيرشحوا لكم الكورس المناسب لكل حاله. النهارده في خصمين يا جماعه معانا، خصم العرض الثلاث شهور عليه خصم 70%، ده اللي صفا اخذته معانا، عرض الثلاث شهور عليه خصم 70% لاول 50 متصل على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، بالاضافه ان انتوا كمان بتاخدوا كريم شد الترهلات وهنتكلم عليه، وصفا برضو هتكلمكم عليه كمان شويه. كمان معانا عرض الشهرين يا جماعه عليه خصم 50% لاول 100 متصل من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، ومعانا كمان كريم البشره هديه. نرجع لك بقى يا صفا وكلمينا على كريم شد الترهلات، انت كنت اتكلمتي معايا قبل الهواء قلتي لي انه كان عجبك جدا. فقولي لنا بقى بتستخدميه ازاي. لما استخدمت ادويه ثانيه من فتره أيه. لما كنت باخدها كان بيبقى فيه بنزل مش قوي، بس بيبقى فيه ترهل في منطقه البطن. أيه. يعني انا مشكلتي الاساسيه في بطني. مع الكريم ده انا مش شايفه بقى لا ستريتش مارك ولا الترهل الفظيع حتى. أيوة. يعني بصي البطن مشدوده ما عنديش الله. اي حاجه. أيوة صحيح. كنت بستخدم الكريم ده يوميا بصفه يوميه بالليل قبل ما بنام. بحط الكريم وبلف الاسترتش على محيط البطن كله. وبنام بقى، اقوم الصبح الاقي كل المنطقه دي بقى زي ميه كده، عارفه عرقانه يعني نزلت ميه كتير بالزبط. ونزلت مع الميه دهون يا جماعه، فالجسم اتشد وخس. بدات احس بقى الكلام ده من حوالي من بعد اسبوع. أيوة. في لبسي بقى يعني محيط البطن ده ما بحسوش الا في اللبس، يعني انا وانا كده بدات بس يوم عن يوم عن يوم عن يوم بتبتدي فعلا تشوفي النتيجه النهائيه. اللي ما شافكيش بقى من فتره هو اللي بتلاقيه بقى ايه ده بطنك بقت قد كده، لان فعلا كانت يعني المساحه كبيره جدا. دلوقتي لا، عارفه اللي هو خلاص بقى انا بدات الم والحمد لله ان مفيش ترهل بقى. في ناس كتيره جدا بعد ما بتخس بيبقى لازم تعمل عمليه شد. صح. تشفط بقى. صح. الحاجات دي علشان بيبقى فيه ترهل والمنظر ما بيبقاش الطف حاجه. صح. الحمد لله انا ما عنديش الكلام ده، يعني بجد الكريم بيساعد، يعني انت بتخسي وفي نفس الوقت جسمك بيتنحت وبيتشد. بالظبط. وده اكتر حاجه عجباني بقى، ان انا مش هحس بعد ما اخلص الفتره بتاعه الكورس ان انا محتاجه بقى شد او اعمل عمليه نحت. صح. فخلاص انت بتشغلي على الاثنين، شغاله على ان الجسم بيتنحت وفي نفس الوقت انت بتخسي. بالظبط. صحيح. وده السر برضو يا صفا، انه ناس كتير يا جماعه كانت كريم شد الترهلات لما كانت بتستخدمه كانت الكميه خلصت، وكانوا بيتصلوا بعد ما خسوا يقولوا لي احنا خلاص خسينا وصلنا للوزن المثالي، بس عايزين يا دكتوره حنان كريم شد الترهلات لوحده. فكان من كتر ما الاقبال عليه كبير يا صفا خلصت الكميه، بس عايزه افرحكم ان رجعنا تاني بكميه اكبر من كريم شد الترهلات. فالناس اللي كانت خست معانا على كورس الانسيليا وبتسال على الكريم لوحده، هو موجود دلوقتي وبيطلع دلوقتي لوحده مع الفريق الطبي بيوصله لكم لحد باب البيت. حاجه ثانيه يا دكتور معلش عايزه اقول لك عليها، انا كان عندي برضو مشكله الاستريتش مارك ده، كان في الوان غامقه وفاتحه مكان الولاده والاستريتش مارك. الكريم ده عالج لي الموضوع ده. يعني اللون بقى موحد، ما عنديش بقى فرق اللون اللي هو بيبقى مكان ما بتخسي مكان الولادات الكلام. صح. ده البطن لما بتبقى مليانه وتخسي بتحسي ان في فرق لون. بالظبط. الكلام ده ما عادش موجود خالص.
والحلو كمان في الكريم، انا من الناس اللي مش بحب الحاجات اللي بتلزق على الجسم، عارفه؟ ايوه. لا خفيف، مجرد ما بيتحط بالظبط البشره بتشربه، بتحسيش بقى بحاجه مضايقاكي خالص. ايوه. في تريكه برضو عايزه اقولها، انت قلتيها برضو يا صفا وعايزين نفكر بيها الساده المشاهدين، انه مع يا جماعه كريم شد الترهلات هتستخدموه زي ما صفا قالت وزي تعليمات الفريق الطبي والدكاتره، بتستخدموه مره يوميا قبل النوم. مهم قوي، بيضاعف فعاليه الكريم في الشد وفي التخسيس، ان انتوا تلفوا حوالين البطن يا جماعه ورق الاسترتش زي ما صفا بتقول، بيساعد جدا، وزي ما انت بتقول كمان بيخلي البطن ملمومه. ايوه فاهمه، ده بيساعد فعلا على عمليه النحت، بيديكي الشيب الحلو. بالظبط. فعشان كده بقول لكم يا جماعه الاسترتش ده مهم جدا، حتى لو هتعملوه يعني هتستخدموا الكريم كل يوم قبل النوم، اعملوا الاسترتش ده مثلا مرتين في الاسبوع، هيفرق معاكم جدا. ورق الاسترتش اللي بنغلف بيه الاكل يا جماعه الشفاف، بندهنه داير بنلفه داير ما يدور على منطقه البطن بعد ما بتدهني الكريم. بتصحي الصبح تلاقي المنطقه دي كلها عرقانه، نزل فيها كميه دهون كتير، نزل فيها كميه ميه كتير، وهتعرفي انك خسيتي بالمقاسات. لو عندك مازوره بيوضح قوي قوي يا صفا موضوع اللبس، هيبان من اول اسبوع بجد. طبعا انا من اول اسبوع كل اللي كان يشوفني يقول لي ايه ده، انت بتعملي ايه، انت بتاخدي ايه، انت خسيتي كده ازاي. لا بصراحه انا مبسوطه ومبهوره بالنتيجه، ولسه ان شاء الله مكمله، يعني دي مش اخر حاجه. بس عندي ليكي سؤال بقى يا دكتور. قولي. يعني انا عايزه دايما بسال نفسي، ليه اديتوني الكورس بتاع الاناسيليوم؟ ليه يوم اخد الاناسيليوم وتاني يوم اخد حبايه القهوه؟ ده سؤال عايزه اقولك بتساله كتير جدا جدا. انا مش عارفه ايه الفكره، ليه ما اخدش مثلا طول الشهر الاناسيليوم واكمل بقى برده القهوه الخضراء برده طول الشهر؟ هقول لك ليه يا صفا. احنا يا جماعه دايما كورس الاناسيليوم بيبقى فيه كبسولات الاناسيليوم وكبسولات القهوه الخضراء وكبسولات الفينل، فدايما بنقول لحبايبنا اللي عايزين يخسوا بياخدوا يوم كبسوله الاناسيليوم، دي اللي بتشبع طول اليوم زي ما صفا شبعت معاها طول اليوم، والتاني يوم بناخد كبسوله القهوه الخضراء يا صفا زي ما قلنا لك في مع الفريق الطبي. هقول لك بقى السبب. الجسم ذكي جدا يا صفا، يعني لو اخذنا كبسولات الاناسيليوم لوحدها في شهر لوحدها كل يوم بتاخديه، هيجي الجسم في اول اسبوع هتنزلي معانا 4 كيلو، تاني اسبوع هتنزلي 2 كيلو، تالت اسبوع هتنزلي كيلو، رابع اسبوع مش هتنزلي خالص. ليه؟ لان الجسم خلاص خد مناعه وعمل ريزيستنس، مقاومه. ذكي هو الجسم. بيفكر ايه، انت هتخسسيني كل مره بكبسوله الاناسيليوم، طب انا بقى ايه مش خاسس. فهتيجي بعد فتره تلاقي نفسك ايه مش هتخسي، لكن انا بتذاكى على الجسم ان انا بدي كبسوله الاناسيليوم في يوم، تاني يوم ادي كبسوله القهوه الخضراء، فالجسم يتلخبط كده كده بفضل وراه لحد ما يخس ويحرق. ساعتها بيحرق بشكل اكبر وبتخسي كمان بشكل اكبر، زي ما انت نزلتي معانا 18 كيلو. بنشكرك جدا يا صفا، نورتينا وفرحتينا بجد، من ديتك علينا غاليه قوي قوي، وبنشكرك شكر كبير، لان كل الناس اللي بتتفرج علينا زي ما احنا في الاول اي حد بيتفرج بنبقى ايه، طب يا جماعه هو المنتج ده بيخسس، طب يا جماعه هي دي حقيقه؟ فانتوا قدامكم يا جماعه صفا نموذج حي قدامنا، خس 18 كيلو في شهر و10 ايام ما شاء الله، ومستنيين نشوفك ان شاء الله الحلقات اللي جايه، وتوصلي بقى للوزن المثالي بالظبط بقى، تبقي موديل ان شاء الله. اكيد باذن الله. تسلمي لي يا حبيبتي والله، وبنشكرك شكرا جزيلا، وهنستناك ان شاء الله الحلقات كده الجايه بعد ما تخلصي كورس الثلاث شهور، ومعانا لسه كمان يعني اوقات كده مع بعض، واكيد هتحكي لنا بقى بشكل اكبر على تجربتك بشكل اكبر. بنشكرك شكرا جزيلا. ميرسي يا شكرا. تعالوا نطلع بقى فاصل سريع جدا ونرجع لكم بعد الفاصل، وهنتكلم بقى ازاي نقدر نخس بصحة، ازاي نقدر نهتم بشكلنا، ازاي كمان هقول لكم على الخصومات الهايلة اللي محققها كورس الاناسيليوم معاكم دلوقتي لكل مشاهدينا فقط على قناة صدى البلد 2. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت لكم احنا هنتكلم النهارده يا جماعه ازاي اي حد بيتفرج علينا عنده سمنه، عنده زياده في الوزن. بشوف ناس كتير عندها سمنه كليه، يعني من اول الجسم لحد اخر الرجل كده عندها سمنه كليه، اللي هو بنقول مثلا عندها سمنه في منطقه البطن، عندها في الارداف، عندها في الدراعات، عندنا في الرجال في التسدي، عندنا كمان في سمنه الرجل، عندنا لغد، كل ده بيعتبر زياده في الوزن. طب ازاي اخس بشكل
صحي من غير ما شعري يقع، من غير ما بشرتي تتبهدل، من غير ما يحصل لي ترهل في الجلد، عن طريق كورس الأناسيليوم، الكورس رقم واحد في مصر يا جماعة في عالم التخسيس، ومش بس التخسيس، هو عالم الصحة والجمال بشكل عام. وزي ما شفتوا في الفقرة الثانية من حلقتنا اللي كانت من شوية، كان معانا صفا منورانا نزلت مع كورس الأناسيليوم يا جماعة 18 كيلو، للي ما تابعش الفقرة اللي فاتت، نزلت معانا 18 كيلو يا جماعة في شهر وأسبوع، فطبعا أو شهر و10 أيام بالظبط عشان أبقى دقيقة جدا معاكم. طب إزاي تقدروا تنزلوا زي صفا؟ إزاي يا جماعة نقدر ننزل وزن الزيادة ده؟ عن طريق كورس الأناسيليوم اللي بيشتغل بالثلاث طرق معانا. أول طريقة إنه بيسد جدا الشهية، ودي يا جماعة بقى مسج كده ورسالة لكل الناس اللي عندها شهية مفتوحة مسببة لها زيادة في الوزن. أنا باكل في كل الأوقات، أنا باكل ما بشبعش، طب الحل هنا إيه؟ معانا في كورس الأناسيليوم الكبسولات الأناسيليوم، ده الجوكر بتاعنا، أقوى كبسولات معانا هي كبسولات الأناسيليوم، وعايزة أوريكم شكلها، هتجيبها لكم دلوقتي الكاميرا يا جماعة، هي دي كبسولات الأناسيليوم، هتتأكدوا إنها الكبسولات الأصلية عن طريق علم بريطانيا اللي موجود هنا قدامكم، وكمان هتلاقوا مكتوب ميد ان انجلاند او صنع في بريطانيا. الكبسولات دي يا جماعه ساحره ساحره في حرق الدهون وفي قفل الشهيه. ليه؟ علشان معانا فيها قشور السيليوم، ده المكون رقم واحد اللي موجود في الكبسولات، دي الياف طبيعيه 100% بتنفش في المعده، فبتديني احساس الشبع وتملى معدتي، وفي نفس الوقت ما تزودش معايا الوزن. كمان معايا فيها مستخلص التوت البري اللي هو الاكاي بيري، اللي بيزود معدل الحرق 4 مرات معدل الحرق الطبيعي. فتلاقوا يا جماعه اي حد هياخد الكبسولات دي هيحصل له حاجتين، اول حاجه هيشبع بسرعه جدا زي ما قالت لنا صفا في الفقره الثانيه اللي هي الفقره اللي فاتت، انه هي كانت بتاكل طبق رز كبير جدا، بعد الكبسولات نص كميه الرز اللي كانت بتاكله بقت بتاكله وشبعانه. ليه؟ علشان الالياف بتاعه قشور السيليوم نفشت في المعده، ادتني احساس الشبع، وفي نفس الوقت التوت البري على معدل حرق الجسم للدهون، ودي نقطه مهمه جدا. معانا مين؟ رندا، ازيك يا رندا؟ الو يا رندا، رندا معانا؟ طيب حاولي تاني يا رندا تبقي معانا، كلمينا تاني. عايزه اقول لكم يا جماعه انه الناس اللي قبل ما ياخدني الكلام على الكورس النهارده، كورس الأناسيليوم عامل خصم حلو جدا لكل الناس اللي بتتفرج علينا، الخصم على كميه محدوده، معانا عرض الشهرين عليه خصم 50%، عباره عن ايه؟ عباره عن كبسولات الأناسيليوم دي يا جماعه، ومعانا كبسولات القهوه الخضراء اللي هو تاني منتج معانا، اللي هو دول عرض الشهرين. عرض الشهرين عليه كمان غير الخصم 50%، انا عندي كريم بشره هديه. معايا عرض تاني الثلاث شهور، وده يا جماعة اللي أنا برشحه لكل الناس اللي عندها سمنة كلية، ومش هيفرق كتير في السعر ما بينه وما بين عرض الشهرين، فخدوا أحسن عرض الثلاث شهور، هيبقى عبارة عن كبسولات الأناسيليوم وكبسولات القهوة الخضراء والكبسولات الثالثة اللي هي الفينل يا جماعة، هو ده عرض الثلاث شهور عليه خصم 70%، وما غلطتش في الخصم، هو 70% فعلا، يعني شوفوا الخصم طبعا كبير قد إيه. ومعانا كمان كريم شد الترهلات هدية، سواء اخدتوا عرض الشهرين او عرض الثلاث شهور، معانا متابعه مع الدكاتره يا جماعه، متابعه مره في الاسبوع، متابعه مجانيه، ودي نقطه مهمه جدا، والمتابعه مهمه جدا. ارجوكم يا جماعه اللي هياخد كورس الأناسيليوم سواء عرض الشهرين او عرض الثلاث شهور، المتابعه مهمه جدا، ردوا على الدكاتره. طبعا ما شاء الله يعني ناس كتير قوي بتاخد معانا الكورس، فممكن يكون واحد او اتنين او تلاتة يعني سهوا كده سقطوا سهوا، الدكاترة نسيت تكلمهم في خلال الاسبوع، كلموهم انتوا يا جماعة وفكروهم بنفسكم طبعا، وان انتوا نزلتوا قد ايه مع الكورس، ان المتابعة مهمة جدا. دي رقم واحد. رقم اتنين مهم قوي يا جماعة، انه لازم تبقوا عارفين النهاردة الشحن والتوصيل مجانا لجميع محافظات جمهورية مصر العربية، فأي حد موجود في اي محافظة فيك يا مصر هتاخدوا الكورس مجانا، يعني يا دوب ثمن الكورس بس بالخصم، ومفيش اي مصاريف شحن او توصيل. فاي حد بيتفرج علينا يا جماعه في اي كفر، في اي قريه، في اي نجع، في اي محافظه، طبعا حبايبنا كتير، القاهره، اسكندريه، الجيزه، مرسى مطروح، البحر الاحمر، الدقهليه، المنوفيه، الشرقيه، الاسماعيليه، طبعا محافظات وجه قبلي زي سوهاج والمنيا والاقصر واسوان، كل المحافظات في مصر بنوصل لها في اي مكان فيك
يا مصر وكمان مجانا. انا عايزه اقول لكم على سر ان في محافظات كتير انا يعني كحنان ما كنتش عارفه المحافظات دي في مصر عرفت او ما كنتش عارفه المناطق يعني خصيصا المناطق الكفر او القريه عرفتها مع كورس الاناسيليا بسبب انتشاره. ففعلا ما فيش عيله دلوقتي في مصر ما جربتش ما فيهاش حد او اتنين او ثلاثه على الاقل جربوا كورس الاناسيليا وقدر ينزل معاهم يا جماعه في الوزن من غير عمليات من غير ما تعملوا دايت وانتوا قاعدين بتتفرجوا علينا على الكنبه تقدروا تنزلوا في الوزن من غير فلوس كتيره لان الخصومات كمان محققه الحقيقه نجاح كبير قوي. ويا رب كل اللي بيتفرجوا علينا يلحقوا ياخدوا كورس الاناسيليا بالخصم وبالهدايا كمان ومن غير ما تعملوا عمليات جراحيه هتنزلوا معانا من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر الواحد. رندا رجعت لنا. يا رندا. يا دكتور ازي حضرتك؟ ازيك يا رندا؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت كويسه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. قولي لي يا رندا سؤالك ايه؟ بصي حضرتك انا عندي سمنه من وانا صغيره يعني الموضوع مش جديد. يعني عوامل وراثيه سببها ان هي عوامل وراثيه. تمام تمام. انا حاليا وزني 93 وزاد كده يعني انا كنت في الثمانينات بس انا قصيره شويه كنت في الثمانينات. حاولي تاني يا رندا معلش حاولي تاني معلش ده ضغط اتصالات انا عارفه بس انا معاكي. انت كنت انت دلوقتي 93 ولو قلنا مثلا ان انت طولك في الرينج الطبيعي للبنات مثلا 160 رجعت لنا يا رندا؟ معاكي معاكي يا حبيبتي. قولي لي طولك قد ايه بس بسرعه قبل ما الخط يقطع. انا طولي 160 او 161. انا قلت كده شفتي انا شاطره ازاي. 160 ووزنك 93. طب قولي لي يا رندا انت جربتي قبل كده تعملي دايت او جربتي تاخدي منتجات قبل كده زمان وما لقيتيش نفسك بتنزلي بالوزن اللي انت عايزاه ولا ما فيش نزول خالص؟ لا جربت مجموعه اعشاب ممكن تنزلني كيلو او اتنين وبرجع ازيدهم الضعف. تمام. ولا دايت برضو جاب معايا نتيجه. طب قولي لي شهيتك عاليه بتاكلي كتير يا رندا؟ بالليل يعني انا طول بالليل طول ما انا سهرانه عايز اكل. طب بصي بقى او كده مهم قوي حاجه بقى يا رندا لازم مش هنعرف نخس من غيرها يا جماعه. اكل بالليل كارثه 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 في حق جسمكم. ما ينفعش ان احنا ناكل بالليل وندخل ننام. 30% ايه اقول 70% من الناس اللي عندها وزن زياده بسبب نقطه الاكل بالليل اللي هو بعد الساعه 12 ده وتدخلوا تناموا تاكلوا تلاقوا نفسكم تقلتوا تقوموا داخلين تناموا. احنا كده بنضيع حرق الجسم كده مش هتخسي. بصي لو حتى عملتي ايه مش هنخس. موضوع الاكل بالليل يا جماعه لازم استنى بعد ما اكل على الاقل ساعتين وبعدين ادخل انام. ليه؟ الجسم يا جماعه لما بتاكلوا اكل كتير بتاكلي الوجبه بتاعتك بتاعت بالليل الجسم اللي بيحصل ايه بيبقى عايز تديله فرصه انه يحرق. حلو حتى بالكورس بيبقى عايز انه يحرق الدهون اللي انت دخلتيها في الاكل. اللي بيحصل ايه الناس تاكل من هنا تمام وبعدها تخش تنام. انت كده بتدمري حرق الجسم من الاخر كده بالبلدي بتقولي له ما تحرقش حاجه. شايف الاكل كله اللي انا اكلته ده حولهولي لدهون اعمل لي فيه زياده وزن. فكده غلط جدا ان احنا ناكل وننام يا جماعه. لازم نستنى قبل النوم على الاقل ساعتين دي رقم واحد. رقم اتنين رندا مع كورس الاناسيليا مع كبسولات الاناسيليا الوجبه بتاعت بالليل اللي انت بتاكليها اللي مليانه دهون هتلاقيها تلقائي خست للنص. يعني ايه؟ يعني لو باكل طبق كبير في مكرونه في مثلا نص فرخه مثلا وشويه سلطه ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي بعد كبسوله الاناسيليا بتاكلي 10 معالق مكرونه هتلاقيهم بقوا 5 معالق مكرونه، تاكلي نص فرخه هتلاقيهم بقوا ربع فرخه او حتى مش قادره تكملي الربع فرخه. ليه؟ لان انا الجسم عندي انا معدتي ممليه طبيعي بالالياف بتاعت قشور السليم اللي موجوده في قشور السليم. فانا اوريدي المعده اهي مليانه اصلا الياف. فانت يا دوب هيبقى في حبه صغيرين كده فوق في المعده هم دول اللي انت هتمليهم بالاكل شويه المكرونه مع شويه السلطه مع حته الفرخه الصغيره دي هتتملي. انا خلاص شبعت مش قادره زي ما صفا قالت لنا في الفقره اللي فاتت انه انا اكلي يا جماعه قل وانا شبعانه يبقى ده اللي احنا عايزين نوصله. دي رقم واحد. رقم اتنين يا رندا هتاخدي كبسولات القهوه الخضراء لانها بتعلي الحرق جدا. فمع ان انا هسد معاكي الشهيه انا هعلي جدا معدل حرق الجسم للدهون بالقهوه الخضراء اللي هترفع جدا معدل حرق الجسم للدهون. طيب مهم ان انا ما خليكيش تحسي بهبوط ما خليكيش تحسي بدوخه. فالقهوه الخضراء هتظبط نسبه السكر في الدم فمش هيحصل ان انا سكري يقل. هتظبط نسبه الكوليسترول في الدم
ودي حلوه جدا يا جماعه للناس اللي عندها دهون زياده في الدم، ارتفاع دهون ثلاثيه، ارتفاع كوليسترول، مقاومه الانسولين، الناس دي كلها حلوه قوي معاها كبسولات القهوه الخضراء علشان تظبط نسبه السكر في الدم وتظبط نسبه الكوليسترول في الدم. طيب بناخد الكورس ازاي يا جماعه؟ باخد في يوم كبسوله الاناسيليوم بتشبعني طول اليوم قبل الاكل بنص ساعه، قبل الفطار، قبل الفطار بنص ساعة بتشبعني طول اليوم. طب نمت وصحيت، جينا بقى اليوم التاني هاخد ايه؟ هاخد كبسولة القهوة الخضراء قبل الفطار بنص ساعة في تاني يوم. وزي ما قلت لكم أنا ببدل ما بين الكبسولة الأناسيليوم وكبسولة القهوة الخضراء عشان أعيش الجسم في حالة تخسيس كاملة، إنه أنا بتذاكى عليه، أنا مش هديك منتج واحد وتيجي في الآخر يا عم وتقولي لا أنا مش خاسس عليه، لا أنا هغير كل يوم هديكي منتج منتج مختلف علشان الجسم يخس عليه من أول يوم لحد آخر يوم في الكورس أنت بتخسي. فده اللي هنحققه مع كورس الأناسيليوم. تعالوا نشوف مع بعض الصور اللي خست معانا مع كورس الأناسيليوم يا جماعة وإزاي قدرت حياتها تتغير للأفضل معانا. طبعا خس حوالي 22 كيلو يا جماعة في شهرين ونص، انتوا متخيلين؟ كان 87 بقى 65. طبعا كان في تسدي، كان في دراعات، كان في بطن، كل الحاجات دي وصل للوزن المثالي 65. تعالوا نشوف مع بعض الصورة التانية. نزل معانا 16 كيلو في شهرين، انتوا شايفين يا جماعة طبعا البطن، شايفين السمنة في منطقة البطن، الكرش، المشكلة الأزلية في الستات والرجالة وفي الأطفال كمان. ازاي انزل البطن دي؟ عن طريق كبسولات الأناسيليوم وكبسولات الفينل. طب مهم برضو يا جماعة تشوفوا الريفيوهات، الريفيوز يا جماعة بتاعتنا للحالات. تعالوا نشوف مع بعض. مساء الخير يا دكتور، انا النهاردة هبدأ الفينل اللي هو الكبسولات يا جماعة بتاعت الفينل، جرعته قد ايه؟ والدكتورة بتسألها بتقول لها خسيتي قد ايه؟ فقالت لها وزني دلوقتي 85، كنت 100 وبقت 85، ما شاء الله نزلت يا جماعة 15 كيلو مع كورس الأناسيليوم. خلوا بالكم يا جماعة من حاجة مهمة قوي، كبسولات الفينل اللي هيبدأ كبسولات الفينل بناخدها قبل الفطار بنص ساعة لمدة شهر. معانا الريفيو الثاني. مساء الخير يا دكتوره، انا بقالي 7 أيام باخد الكورس وماشيه على النظام اللي انت بعتيهولي، وزنت نفسي النهارده لقيت نفسي 66.5. لا 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 ده كلام كبير قوي يا جماعه، احنا خلاص بقينا موديل كده. كنت 70 كيلو نزلت 3.5 كيلو في الاسبوع، ما شاء الله يا جماعه 3.5 في اسبوع رائع. انا بتهيألي كده يعني انت خلاص كمان اسبوع وهتوصلي للوزن المثالي. اي حد يا جماعه عايز يخس معانا زي الناس اللي بتخس معانا سواء كان في الريفيوز او صفا اللي كانت منورانا في الفقره اللي فاتت، تقدروا دلوقتي تخسوا، مفيش حاجه تمنعكم ان انتوا توصلوا للوزن المثالي، للشكل الحلو، للصحه التمام عن طريق كورس الأناسيليوم. عامل النهارده يا جماعه عرضين معانا، عرض الثلاث شهور عليه خصم 70%، بتاخدوا خصم 70% على كبسوله الأناسيليوم، بتاخدوا خصم 70% على كبسولات القهوه الخضراء، وخصم 70% على كبسولات الفينل. وكمان معاكم هديه كريم شد الترهلات بنستخدمه مره واحده قبل النوم يوميا. معانا عرض الشهرين بتاخدوا خصم 50% على كبسولات الأناسيليوم، خصم 50% على كبسولات القهوه الخضراء، ومعانا هديه كريم البشره. خلوا بالكم من حاجه يا جماعه مهمه جدا، الكورس بيوصل لكم، كورس يكفي لمده شهرين عليه خصم 50%، وكورس يكفي لمده 3 شهور عليه خصم 70%، السعر زهيد جدا، السعر قليل جدا. لو انتوا قسمتوا السعر ده على شهرين، لو هو في عرض الشهرين، او على 3 شهور في عرض الثلاث شهور، هتلاقوا نفسكم الكورس مش مكمل 300 جنيه. فما فيش بعد كده يعني حلاوه، فيا رب تلحقوا الخصم ان شاء الله، يعني تلحقوا سريعا الخصم، لانه للاسف على كميه محدوده جدا من الكميه، يعني محدوده جدا من الكورس، وفي نفس الوقت على كميه اتصالات محدوده، عرض الشهرين لخصم 50% لاول 100 متصل، وعرض الثلاث شهور خصم 70% لاول 50 متصل زائد الهدايا. زي ما قلت لكم متابعه مجانيه مع الدكاتره مره كل اسبوع، وكمان شحن وتوصيل مجانا لجميع محافظات جمهوريه مصر العربيه. اي حد يا جماعه عايز يزيد في الوزن معانا كورس بيزود
زودكم في الوزن من 8 ل 10 كيلو كورس الاركس جين للناس اللي عايزه تزيد في الوزن، والاطفال ينفع من سن سنتين. طبعا كورساتنا كلها مرخصه من وزاره الصحه المصريه. كورس الاركس جين لزياده الوزن عليه يا جماعه علبتين عليهم خصم 50% زائد علبه مجانا، تقدروا برضو يوصل لكم النهارده وتكونوا من الفايزين معانا بالخصم من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. ودي تراخيص وزاره الصحه المصريه طبعا للكورس. خلوا بالكم طرق التواصل مع الدكاتره، ثلاث طرق للتواصل معانا، الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه بتكلموهم مباشره، معانا برضو نفس الارقام عليها واتساب تقدروا من خلال خدمه الواتساب كمان تكلموا الدكاتره، وطبعا صفحاتنا على الفيسبوك قدامكم على الشاشه، صفحه دايت لايف وصفحه وان دايت وكمان صفحه البرنامج جو هيلثي. اي حد عايز يسالني اي سؤال على صفحه البرنامج جو هيلثي وهرد عليكم بعد انتهاء الحلقه مباشره. قبل ما اختم، الناس الحلوه اللي عايزه تهتم ببشرتها، عايزه نضاره وحيويه في بشرتي، عايزه اعالج التجاعيد، هقدر يا جماعه اعالج التجاعيد وادي نضاره وحيويه لبشرتي واجدد الخلايا وارطب البشره عن طريق كورس رقم واحد في مصر في التجميل، وهو كورس بينكي اللي موجود قدامكم دلوقتي على الشاشه. انا بحب اوريكم كده كل المنتجات، فبحب ان انتوا تشوفوها من الظهر ومن الوش كده. الكورس يا جماعه عباره عن زي ما انتم شايفين، طبعا دول الهدايا بتوعنا احنا، بس ايه هم حاطينهم اتلخبطوا. الكورس عباره عن اربع منتجات، ومعانا صابونه هديه يا جماعه، معانا غسول للبشره بينظف تنظيف عميق للبشره وبيرطب جدا، معانا كريم التفتيح بينكي علشان يعالج اي غمقان موجود، هالات سودا، بقع شمس، كلف، نمش، معانا السيرم بتاع بينكي لعلاج التجاعيد انتي ايدجنج رائع يا جماعه، كله فيلر، نفس الماده اللي بتتحقن بفلوس كتيره في العيادات موجوده جوه سيرم بينكي، ومعانا السكراب يا جماعه اللي بيجدد الخلايا وبيتحول بعد دقيقتين لماسك على وشك، فده تحفه بيعالج التجاعيد كمان، بيفتح جدا لون البشره، ومعانا الصابونه هديه عشان تفتيح الاماكن الغامقه في اي منطقه في الجسم. كورس بينكي عليه يا جماعه قد ايه؟ خصم 40% لاول 100 متصل على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، ولو اخذتوه مع كورس الاركس جين للنحافه او كورس الاناسيليوم للتخسيس بتاخدوا خصم 50% مش 40 بس. ولكن للأسف حلقتنا خلصت، ولكن كلامنا عن الرشاقة والجمال واستشاراتكم وأسئلتكم لينا لسه ما خلصتش، مستمرين معاكم. أي حد عنده أي سؤال، أي حالة يا جماعة خست مع كورس الأناسيليا محبة تنورنا هنا في الاستوديو، اتصلوا على الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة، فتواصلوا مع الدكاترة بيظبطوا معاكم وتطلعوا معانا في الحلقات اللي جاية. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.